السلام عليكم. هسه بدي اشرح بعض الشغلات اللي زياده في الماده صارت في ماده السترينج. راح اشرح مثلا هاي المساله بالتفصيل. بيقول لي a vertical law force P of a magnitude 20 كيبس is applied at a point C. النقطه C هيها located on the axis of symmetry of a cross section. شو يعني هاي المعلومه؟ بيقول لي في عندي قوه P موجوده على الاكسس اوف سيمتري للكروس سكشن اللي هو محور التماثل، اللي هو هذا محور التماثل، يعني كل شيء على اليمين نفس كل شيء على اليسار. طيب بحكي لي في المساله انه المسافه واي 5، يعني انه القوه بي هاي بتبعد مسافه 5 عن القاعده، يعني بتبعد مسافه 5. بطلع على السكشن عندي انا السكشن كامل 6، فلما احكي انه القوه الواي على مسافه 5 يعني انه القوه هون مكانها، تمام، انه القوه هون مكانها، تمام. بحكي لي اوجد الاسترس عند النقطه اي، اوجد الاسترس عند النقطه بي واللوكيشن اوف ذا نيوترال اكسس. انا كل هدفي من هذا الفيديو احسب اللوكيشن نيوترال اكسس، بس كانوا في بعض الطلاب لسه بدها موضوع نقل المومنت لسه مش متمكني منه، فانا راح اشرحه بشكل سريع جدا لانه هذا مشروح في الفيديوهات القديمه. اول شيء هذا الشكل مش متماثل على محور واي، او يعني انه مش متماثل بخصوص مومنت واي، فلازم اطلع السنترويد. يلا كالعاده السنترويد اللي هي الواي بار تساوي، انا بدي افرض الواي بار من الارض من هون، هاي مسافة واي. بحكي هي عبارة عن حاصل مجموع مساحة كل سنتر، كل قوة في بعد سنترها عن الارض، مش قوة، شكل قطعة. القطعة الاولى ابعادها 2 × 4، 2 × 4 مضروب في بعد سنترها عن الارض. بحكي انا ارتفاعها 4، فقديش سنترها؟ 2. زائد القطعة الثانية مساحتها 6 × 2 مضروب في بعد سنترها عن الأرض. سنترها وين؟ سنترها عند 1، 1 هون، 1 وين؟ هون. بس قديش تبعد عن الأرض؟ 4 + 1 يعني 5 على مجموع المساحات اللي هي 2 × 4 زائد 6 × 2. هيك بحسب السنترويد، السنترويد بيطلع معي 3.8، تمام. حددت موقع السنترويد 3.8. كيف يعني؟ يعني السنترويد مكانه هون، هون لنيوترال اكسس للشكل. نركز انه هذا نيوترال اكسس للشكل مش للستريس، مش للستريس، نيوترال اكسس للشكل. طيب الفورس بي وين مكانها؟ الفورس بي مكانها هون على مسافه 5 من تحت. معناها انا في مسافه بين سنترويد الشكل والقوه، معناها شو بصير عندي؟ بصير عندي اكسنتريسيتي، يعني بصير عندي في عندي قوه ومومنت. طيب شو نوع القوه؟ القوه كومبريشن، فبالتالي لما انا بدي انقلها من هون للسنتر راح ينتج عندي مومنت، مومنت بلف حول المحور هذا اللي هو محور اكس. وين الراس تبعه؟ الراس تبعه باتجاه القوه. وين القوه؟ فوق. معناته انا القوه عندي هيك، هذا هو المومنت، هذا هو المومنت، وعندي قوه صارت بي نقلتها للسنتر، تمام. المومنت هذا الجهه اللي فوق كومبريشن، والجهه اللي تحت تنشن، تمام. طب المومنت هذا كم قيمته؟ بحكي بكل بساطه اللي هي المسافه بين القوه والسنتر. بعرف انه انا هاي كامله 5، وبعرف انه هاي 3.8، فبتظل المسافه 1.2. فبالتالي مومنت بيساوي اللود فورس 20 × 1.2 ويساوي 24 كيلو نيوتن كيبس، كيبس دوت انش، المسافه بالانش. طيب ما في داعي للتحويل، حسبت المومنت. هسه بدي احسب الاسترس عند الاي والاسترس عند البي. بحكي الاسترس عند الاي شو بيساوي؟ القوه كومبريشن ولا تنشن؟ كومبريشن، فبحكي سالب بي على الاريا، الاريا للشكل كامل 3 × 2 + 2 × 4. بعدين بحكي انا ستريس عند الاي، الاي المومنت تبعها تنشن ولا كومبريشن؟ بتقول لي ذيل السهم تحت، فبالتالي تنشن، فزائد ام في سي على اي. طب اي اي اخذ؟ باخذ اي اللي بلف عليها المحور اي اكس، فبدي اكعب الواي، اي اكس بكعب الواي. طيب الاي مين الاي؟ بحسب المومنت اوف انرشيا مثل الاستاتيك، بخلال وذلك من خلال كل قطعه الاي، الاي بتساوي القطعه الاولى بي اتش تكعيب 12 2 × 4 تكعيب 12 زائد نظرية محاور متوازية اي دي تربيع الاريا 2 × 4 مضروب في المسافة دي، دي اللي هي المسافة البعد عن السنتر، عن سنتر كل قطعة كل تربيع، زائد
القطعة الثانية 4 ضرب 2 تكعيب 12 زائد اري تربيع الاريا 6 في 4 مضروب في البعد عن السنتر ناقص 3.8 الكل تربيع. بحسب الاي بعرف ايش كم بتطلع، تطلع الاي معي 57.8، تطلع الاي معي 57.8 تمام. فبالتالي الاستريس زائد امسي على اي سالب بي على اي زائد امسي على اي، والسي اللي هي البعد اي عن السنتر واللي هي 3.8. المهم حسبنا الاستريس عند الاي طلع معي 0.57 تنشن تمام. عند الاستريس عند البي، استريس عند البي بحكي قديش بتبعد بي عن السنتر، اذا الشكل كامل ارتفاعه 6، الشكل كامل ارتفاعه 6 فسنترويده 3.8 فظل منها كم اللي هي 6 ناقص 3.8 تطلع معي 2.2. فبحسب الاستريس، الاستريس ات بي بده يساوي سالب بي على اي، بعدين القوة المومنت عند البي راس ولا ذيل، تحكي لي راس معناته سالب اللي هي كومبريشن ام سي على اي، المومنت نفسه الاي نفسه، السي صارت 2.2 هي سي بي، بطلع الاستريس بيطلع معي الاستريس سالب تمام. طلع معي الاسترس ماله سالب، معناته بستنتج انه انا عندي، انه انا عندي النقطة اي هون فيها تنشن ستريس والنقطة بي فيها كومبريشن ستريس تمام. فبالتالي اذا بدي احسب النيوترال اكسس الصحيح او النيوترال اكسس، هاي طبعا الفرق الاول والثاني، اذا بدي احسب وين النيوترال اكسس مكانه بالضبط بعمل تشابه مثلثات. نقول لي شو بتخبص؟ بقول لك تمام، هذا الخط اللي هو بين الاي والبي انا في مسافه موجبه اللي هي مسافه تنشن وفي مسافه كومبريشن، يعني في عندي موجب وفي عندي سالب. اي شيء بالحياه في موجب وسالب فبالنص في زيرو، معناته انا بعرف لو هذا الخط اي بي هاي النقطه اي وهاي النقطه بي، برسم الاسترس عند الاي، الاسترس عند الاي موجب 0.57 والاسترس عند البي طلع سالب 1.9 سالب 1.9. بعمل تشابه مثلثات بحكي هاي المسافة X وهاي المسافة 6 ناقص X اللي هي الارتفاع كامل شلت منه X، هاي 0.576 هاي 1.9 مش عارف كم تكملتها 1.91. المهم بعمل تشابه مثلثات بحكي X على 0.576 تساوي 6 ناقص X على 1.9 بدون إشارات، بعوض الإشارة يعني نازل، السالب يعني نازل. هاي بطلع قيمة X واللي هي المسافة، المسافة from point A بتطلع معي 1.389 1.389. هيك بكون أنا حسبت موقع النيوترال أكسس عن النقطة A. ويعطيكم العافية. لو بدي اياها من السنترويد بطرح مسافة السنترويد ناقص A ناقص المسافة اللي طلعت معي بطلعها تمام. يعطيكم العافية.